ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في هنا الجمهورية الجديدة، وهنكمل حديثنا مع المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر. باشمهندس محمد، عايزين نتكلم بقى عن سكن مصر. سكن مصر من ضمن مشروعات الإسكان المتوسط اللي موجودة في مدينة حدائق أكتوبر. عدد الوحدات اللي موجودة عندنا أو المشروع اللي موجود عندنا مشروعين في سكن مصر. المشروع الأولاني في منطقة الداون تاون، ده 228 عمارة، وفي المنطقة التانية اللي هي 207 عمارة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي. بإجمالي عدد وحدات تقريبا 10400 وحده سكنيه المشروع الكامل. برضو لازم نوضح ان كل تجمع سكني احنا بنقدر ننفذه لازم يبقى فيه جواه الخدمات اللي موجوده. عندنا المدرسه موجوده قائمه، عندنا الحضانه، عندنا الوحده الصحيه، عندنا السوق التجاري. دي الحاجات الاساسيه. عندنا طبعا الملاعب، وعندنا دي الحاجات الاساسيه اللي محتاجها المواطن عشان التجمع العمراني اللي موجود. سلمنا كام في الميه مثلا؟ احنا سلمنا تقريبا فيها دلوقتي اكتر من في 207 عماره، سلمنا تقريبا اكتر من 9 يعني 90 من 90 ل 95% من الوحدات تم تسليمه للمواطنين بالفعل. وان شاء الله احنا سلمنا تقريبا اكتر من 25% في المرحله الثانيه اللي موجوده، وان شاء الله في شهر واحد هنكمل تسليم لجميع الوحدات كلها بالكامل. طبعا المنطقه اللي بنتكلم فيها هي طبعا محاطه بسور شجري عشان نحاول نحافظ على الخصوصيه. تم طرح اعمال الامن لان احنا وفرنا شركه امن تبقى موجوده جوه المكان عشان تقدر تحافظ عليه، بالاضافه لشركه النظافه وشركه صيانه خاصه بالزراعات وشركه صيانه خاصه بالاجزاء الداخليه للعماره. بمعنى العماره داخليا ونظافتها والرصيف بتاعها والحاجات اللي موجوده دي كلها ليها شركه خاصه بيها هتحافظ عليها. ان شاء الله احنا تم الطرح فعلا، وان شاء الله في شهر واحد هيتم الفتح الفني وتكمل الاجراءات. يعني ان شاء الله على شهر 2 ونفس برضه الاجراءات ونفس الشروط بتاعه السكن الاجتماعي ولا ليها اليه اخرى؟ ده ملوش مقاييس محدده في الدخل يعني. فده متاح، بيبقى متاح على الموقع الالكتروني وقت التقديم، بيقدم على الموقع الالكتروني وبيقدر يحجز الوحده بتاعته. ده لما بيفتح باب التقديم يعني زي قرعه مثلا ولا ايه؟ لا، هو بيخش على الموقع الالكتروني، هو وقت ما يختار الوحده بتاعته والشقه بتاعته، بيختار على طول في نفس الوقت على طول. لو جاله اوكي عليها يبقى فعلا الوحده كانت فاضيه وهو ينطبق عليه الشروط وبيخلص على طول وبيتعاقد على الوحده بتاعته. هايل جدا. من ضمن الحاجات اللي موجوده في سكن مصر برضو طبعا في شركه صيانه للزراعات اللي موجوده، في شركه امن موجوده، في سور شجري للمشروع، في يعني في منطقه الداون تاون منطقه الانتاج الاعلامي في حديقه على مساحه 4 فدان، حاجه رائعه جدا. ده من ضمن الحاجات يمكن احنا شايفينها في الصور قدامنا، حاجه جميله جدا، مساحه خضراء كامله. المنظر رائع ان المواطن المصري ينزل ويعني يستنشق هواء نقي وصحي. حياه كريمه يا جماعه، مش ان احنا بس بنطور في الارياف وفي المراكز، حياه كريمه في جميع انحاء الجمهوريه، سواء بقى الجمهوريه الجديده الجمهوريه القديمه. مصر يا جماعه، شايفين المنظر قدامكم عامل ازاي؟ هو الجميل في المشروعات الاسكان اللي موجوده عندنا هي التعاون المثمر ما بيننا وما بين المواطن والتواصل الدائم معاه. يعني احنا في تواصل دائم مباشر ما بيننا وبين المواطن، مش محتاجين اي حاجه تكون فاصله بيننا على طول. هو شريك واحنا شريك في نفس المكان، لازم نقدر نحافظ عليه. المواطن هو اكتر استفاده من المحافظه على المكان، ده مكانه هو مش مكان المسؤول اللي عمل المكان دوت. بالعكس احنا لما بنسمع نقد ليه احنا مستمعين جيدين جدا، وبنحاول نتعاون مع المواطنين كلهم في اي شيء، في اي شكوى موجوده عشان نقدر نحافظ على المكان دوت. سواء بقى مشاكل قابلتهم في الميه، في الصرف، في النظافه، في اي حاجه، احنا مستعدين جدا ان احنا بنستقبل الشكاوى المواطنين على الموقع الالكتروني لجهاز مدينه حدائق اكتوبر، وبنسمع منهم كويس. حضرتك من المسؤولين اللي بتقضي بصراحه وقتك، انا بشوف حضرتك في الشوارع المصريه، يعني نادرا لما بتقعد في المكتب، يعني وقت صغير جدا. بتحتك ازاي بالمواطن المصري؟ بتسمعه ازاي؟ لما بيحتاج حاجه بتسمعه في اي وقت؟ انا عارفه ده، بس انا عايزه اوضح للمشاهد ده عشان لو حد عنده اي مشكله اي حاجه يتوجه على طول. احنا الجهاز اولا جهاز اسمه جهاز تنميه مدينه حدائق اكتوبر، مش جهاز انشاء مدينه حدائق اكتوبر بس. المطلوب مني ان انا انشئ المدينه وننمي المدينه ونخلي المواطن موجود مستريح فيها، ونقدر نوفر عوامل جذب اضافيه كمان عشان المواطن يبقى مستمر في المدينه. المواطن يعني المدينه من غير مواطنين عمرها ما هتبقى حاجه. صحيح. المواطن هو اللي بيبقى هو اللي بينمي المدينه، بنحاول نوفر له الخدمات اللي موجوده عشان يقدر يعيش حياه كريمه. نتواصل معاه اذا كان في مقترحات، بنتواصل مع المواطنين اذا كان في مشاكل، برضه بنتواصل مع المواطنين. في متابعه شخصيه مني انا ومن الساده القيادات اللي موجودين في الجهاز كلهم على اي شكاوي او اي حاجه بتسعى الموقع الالكتروني او اي حاجه على الطبيعه،
حتى لو ما فيهاش شكوى، بس احنا برضو شايفين ان احنا بنجود فيها احسن، بنقدر نتحرك فيها وبنعمل فيها. انا عايز اسمع منك خطتكم في 2022 عامله ازاي؟ بتبتدوا اصلا الخطه امتى؟ في شهر واحد ولا بتكونوا مجهزين لها من السنه اللي قبلها؟ هيئه المكتبات العمرانيه احنا بنحاول نعمل الخطه بتاعتنا بيبقى خطط مستقبليه ممتده الامد، يعني بنتكلم في سنه، في 3 سنين، في 5 سنين، لغايه سنه الهدف اللي هي 2050. في حاجه مهمه جدا احنا ما اتكلمناش فيها، احنا ازاي نعمل، عاملين نعمل الاسكان ده كله، عاملين نعمل المشروعات دي كلها، وهل البنيه الاساسيه اللي عندي كلها تستحمل الكلام دوت ولا لا؟ ودي كانت حاجه من الحاجات المهمه جدا في المدينه. النهارده لازم طالما انا عمال اتوسع في الاسكان وفي اقبال كبير جدا على المدينه في الاسكان، سواء اسكان اجتماعي او اسكان البديل او سكن مصر او دار مصر، بالاضافه الى كمان وجود اسكان بقى سواء كومباوندات موجوده او اراضي سكنيه للمواطنين او اراضي فيلات بجميع الانواع، يبقى انا لازم البنيه الاساسيه اللي موجوده عندي لازم تقدر تستوعب هذا الكم الهائل، لان التطوير اللي موجود في المدينه بصوره كبيره جدا وفي وقت سريع. يعني انا في خلال السنه دي دوت بنافس 43,000 وحده سكنيه، ده مدينه جديده طبعا، يعني حاجه كبيره جدا ومدينه كامله. هل انا اقدر اوفر لها كميه الميه والصرف والكهرباء اللي تقدر تستوعب الكلام ده كله؟ وشبكات الطرق بالظبط، هو ده اللي احنا بنقوم بيه دايما، ده الجانب الخفي اللي محدش بيحس بيه من المواطن. احنا بصوره هنتكلم عليه النهارده باستفاضه حاجه حاجه. هنتكلم الاول مثلا، نتكلم على شبكه المياه. احنا النهارده محطه المياه النهارده داخله المرحله الثالثه منها في التشغيل في شهر 2 القادم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله محطات الصرف اللي موجوده بقت تقدر تستوعب كافه كميات المياه اللي موجوده في المدينه، المياه الصرف اللي موجوده، وفي دايما تطوير موجود. يعني كان عندنا بعض المشاكل في بعض المحطات، الحمد لله يمكن الشهرين اللي فاتوا احنا قضينا على جميع المشاكل اللي موجوده في المحطات عشان تقدر تستوعب هذا الكم الهائل من وحدات الاسكان اللي موجوده. هي تتميز فعلا حدائق اكتوبر ان الاسكان اللي موجود فيها احنا بنسبه كبيره جدا بيشغل الوحده، يعني في ناس كتير جدا بتبقى فعلا محتاجه الوحده وبتستغلها. يعني مجرد ان احنا بنخصص وبنسلم الوحده بيجي يسكت المواطن، ويمكن دوت اللي بيخلينا دايما يبقى عندنا قدرات اعلى عشان نقدر نستوعب كميات مياه المياه وكميات الصرف اللي موجوده تغطي المدينه كلها بالكامل. بتواجهنا بعض المشاكل اللي موجوده، لكن بنحاول نسرع الحل بتاعها. تقريبا ما عندناش مشكله حاليا في شبكات الصرف خالص موجوده، ما عندناش مشكله في شبكات الكهرباء اللي موجوده، وفي مقترح قريب جدا ان شاء الله لانشاء محطه كهرباء خاصه تانية في مدينه حدائق اكتوبر عشان تقدر تستوعب هذا الكم الهائل من الوحدات الاسكان اللي موجوده بالظبط كده. فدي من الحاجات اللي موجوده. الحاجات الاهم فيها كلها برضو شبكه الطرق اللي موجوده في المدينه. طبعا كلمني عن جوده شبكه الطرق اللي في حدائق اكتوبر. ناس كتير بتقول اصل لا المدن اللي هي ال 14 مدينه الجدد اللي بيتم افتتاحهم دلوقتي بيعمل لهم شبكه طرق بمعايير عالميه وبجوده عالميه، هل نفس الجوده ونفس المعايير بنشتغل بيها في مدينه حدائق اكتوبر او اي مدينه اخرى؟ هوضح للناس بس حاجه كده صغيره، احنا النهارده في المرحله الاولى في انشاء المدينه بنبتدي نعمل الطبقه الاساس اللي موجوده، وبنعمل حاجه اسمها طبقه رابطه عشان الناس تقدر تتحرك عليها، تقدر تمشي بيها. مش هي دي طبقه الطرق النهائيه اللي بتتم تعملها، لكن طول ما انا عندي شغال عشان مضطر طبعا ممكن اضطر ان انا اكسر في حاجه ثانيه او نعمل حاجات ثانيه اضافيه او شبكات اضافيه موجوده، فبنخلي الفينش النهائي للطرق بعد مرحله من انشاء المدينه. يعني ده كمان مش الفينش النهائي؟ لا لسه طبعا لسه، لان لسه احنا النهارده ممكن يبقى عندنا حاجات اضافيه ثانيه محتاج لها خطوط ثانيه ممكن يتم مدها سواء كهرباء او ميه او صرف او كل حاجه، فعشان ما تكسرش بالظبط كده. لكن ممكن نكسر في الطبقه الرابطه اللي هي دي طبقه صغيره من الاسفلت تسمح بمرور العربيات تسمح بمرور العربيات وحركه المواطنين عليها، لكن مش دي طبقه النهائيه اللي موجوده في الطرق. احنا طبعا مدينه حدائق اكتوبر بيتم المرور فيها القطار السريع، قطار الكهرباء السريع اللي بيربط مدن الصعيد ومدن البحر الاحمر مع والعاصمه الاداريه مع العالمين واسكندريه، وده بيمر بالمدينه. فطبعا ده محور اساسي موجود. طبعا بعد الانتهاء من تنفيذ العمل اللي موجود فيه هيتم تطوير محور النايل سات كله بالكامل من اوله لغايه اخره، لكن طبعا ما اقدرش اشتغل فيه دلوقتي. لكن انا دلوقتي شغال في محور مثلا زي محور زويل اللي هو بيربط ما بين طريق الواحات، طبعا بعد الدايري الجديد وبعد الكوبري الجديد اللي بيتعمل على الدايري يقدر يربط من طريق الواحات على طريق من طريق زويل على الكوبري على وسط دهشور على مدينه حدائق اكتوبر على مدينه اكتوبر الجديده، كل ده طريق واحد سريع بيتم تطويره حاليا، ابتدينا فيه تطويره من حوالي اكتر من شهر، وجبنا الاستشاريين وصممناه وخلصنا كل الاجراءات وبالفعل تم البدء في التنفيذ فيه.
دي ضمن المحاور المهمه اللي احنا بنربط بيها شبكه الطرق مع المناطق المحيطه ليها كلنا. ده ابتدينا فيه في محاور تانية يتم اضافتها الفتره القادمه مع زياده عدد السكان، زي طريق R4 اللي هو موجود ما يسمى داخليا في المدينه باسم طريق الحي الايطالي. ده هيتم ازدواجه عشان يقدر يستوعب عدد الاقبال المواطنين اللي موجود فيها، بقى في كثافه مروريه عاليه. فهنبتدي نعمل له ازدواج للطريق عشان ان شاء الله يستوعب هذه الكثافه اللي موجوده، وما يستقبل كمان كثافات زياده كمان. كل دي حاجات احنا شغالين فيها. كل المناطق السكنيه اللي موجوده عندنا بيتم متابعه اعمال الطرق، عندنا شركه صيانه متخصصه موجوده ثابته في اعمال الطرق اللي موجوده، لو في اي حاجه بتحصل في اي وقت بيبقى موجود معانا الشركه بيتم اصلاحها على طول فورا. دي من ضمن الحاجات الاساسيه، لان يقاس اي مدينه بجوده الطرق اللي موجوده فيها، وسع الطرق اللي موجود فيها. احنا عندنا عروض الطرق عندنا تقدر تستوعب المدينه حتى سنه 2050 بدون اي مشاكل خالص. هايل جدا. ودي حاجات من ضمن الحاجات اللي بتبقى مهمه جدا في المدينه. المواصفات اللي موجوده بيتم التنفيذ تحت اشراف استشاريين متخصصين او جهات بحثيه متخصصه. بيتم الاشراف تحت مسؤوليتها ومتابعه الجهاز سواء ادارات الطرق اللي موجوده اللي بتقوم معانا بدور هايل جدا، ونائب الطرق، وبالاضافه طبعا الى رئيس الجهاز اللي بيقدر يتابع كل الخطوات دي كلها. بالاضافه كمان ان احنا بيتابع عندنا كهيئه مجتمعات عمرانيه، احنا عندنا سلسله متابعه كبيره ابتداء من السلطات المختصه في الهيئه اللي موجوده، ادارات مختلفه جدا بتتابع كل الخطوات اللي بتتعمل. احنا الموضوع طول ما في متابعه جيده وفي رقابه جيده على الموضوع ان شاء الله بنوصل لنتيجه احسن ان شاء الله باذن الله. بالاضافه ان احنا بنعمل كباري دلوقتي موجوده عشان نقدر نعدي نقاط السكه الحديد زي دهشور وال 1185، وده اكبر تجمع سكاني موجود، فعشان نقدر اخليه يربط بيننا وبين المدينه بسهوله. احنا دلوقتي تم جاري تنفيذ كوبري حاليا فوق السكه الحديد عشان ما يضطرش ان هو يعدي على شريط القطر. حلو جدا. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بنهتم بيها ولازم يبقى عندنا رؤيه ليها عشان نقدر نستوعبها ونريح المواطنين الموجودين. في افكار خاطئه عند بعض من المواطنين ان مدينه حدائق اكتوبر دي مدينه مش ادميه، دي مدينه مش ذكيه. انا عايزه انهي الموضوع ده هنا في هنا الجمهوريه الجديده ونوضح لهم حدائق اكتوبر بتمتاز بايه. اول حاجه تمتاز بيها مدينه حدائق اكتوبر الموقع الاستراتيجي اللي موجود ما بين طريق الواحات وطريق الفيوم، مدينه تطل على الاهرام برؤيه صريحه على طول، رابطة مع كل مدن الصعيد كلها، يعني اقرب مدينه لمدن الصعيد كلها هي مدينه حدائق اكتوبر، اقرب مدينه لمدينه الجيزه وبحري واسكندريه هي مدينه حدائق اكتوبر، هي رابطة ما بين كل المدن كلها. مدينه حدائق اكتوبر فيها اكثر من 65 كومباوند ما بين مشاركات مع القطاع الخاص او حره. فيها مدينه الانتاج الاعلامي، دي طبعا اشهر الحاجات اللي موجوده في مدينه حدائق اكتوبر. فيها مستشفى مجدي يعقوب، فيها جامعه زويل، فيها مجموعه كبيره من الجامعات، فيها يعني احنا بنتكلم النهارده في كل الحاجات اللي ممكن المواطن يحتاجها ويبقى عايش فيها بطريقه كويسه. الخدمات التعليميه موجوده، عندنا اكثر من 55 مدرسه في المدينه شغاله بالفعل، غير اللي تحت الانشاء سواء مدارس تعليم اساسي او تجريبي اللي احنا بنترين نتوسع في انشائها كتير جدا في حتى في الاسكان الاجتماعي، في مدارس تجريبي عشان المواطنين الموجودين. الوحدات الصحيه موجوده، ابتدينا نضيف على المواقع الاستثماريه الانشطه كلها، يعني بنوفر النهارده كل شهر كل اول شهر على الموقع الالكتروني لصفحه الجهاز او هيئه المجتمعات العمرانيه بنوفر قطع اراضي تجاري او تعليمي او طبي. هايل جدا. كل ده بيتاح. الفتره الاخيره شهدت تزاحم كتير جدا واقبال غير عادي على القطع الاستثماريه اللي موجوده، يعني لما بننزل قطعه بنلاقي عدد المشاركين فيها او اللي بيرغبوا في شراء القطعه ديت يصل الى 30 و40 شركه، يعني وبيبقى في تنافس كتير جدا في السعر اللي موجود. ده بيمثل ازاي احنا بقى في اقبال كبير قوي على المدينه، ازاي نقدر نسوق المدينه بصوره كويسه. ابتدينا النهارده نستخدم الميه المعالجه في ري المساحات الخضراء. ابتدينا نفكر في انشاء حدائق عامه كبيره بمساحات مختلفه في كل منطقه عشان نقدر نوفر المناطق الخضراء في كل المناطق الموجوده بعدد اكتر من المطلوب. بنستخدم الميه المعالجه في ري الزراعات اللي موجوده توفيرا لمياه الشرب. كل المناطق اللي موجوده اللي بنتكلم فيها دي كلها بكل الاسكان ده اللي موجود ده كل اللي احنا اتكلمنا فيه سواء اسكان متوسط او اسكان اجتماعي او اسكان بديل، في كل الخدمات الاساسيه الميه والصرف والكهرباء والغاز والتليفونات. اسمح لنا بقى احنا برنامج الجمهوريه الجديده ننزل نغطي الكلام ده وننقل الصوره مش لبس للمصريين، للعالم كله. احنا قد ايه عندنا مدن فعلا تم فيها تطوير، تم فيها توسعات عمرانيه تدرس على مستوى العالم.
احنا طبعا يمكن الشرف ليا طبعا انكم تشرفونا في المواقع ونشوف الحاجات دي على ارض الواقع فعلا. وطبعا يمكن الهيئه المتبرعات فازت بجائزه احسن منظومه او احسن مستوطنات عمرانيه. بالظبط، مستوطنات عمرانيه على مستوى العالم كله. ده يعني شهاده فخر لينا والمصريين كلهم طبعا. ان احنا ازاي ماشيين على الطريق الصحيح، ماشيين في خطوات ثابته. وبرضو ارجع اقول ان المواطن والمسؤول هو حاجه واحده، هي منظومه واحده بتكمل بعض. لو المواطن ما بيساعدش المسؤول على المكان اللي هو فيه، المسؤول نفذ المكان خلصناه بنحاول نحافظ عليه، لكن من غيرك انت ومن غير التواصل معاك ومن غير افكارك ومن غير كل حاجه ومن غير مراقبتك انت نفسك على ما يتم تنفيذه في صيانته وفي اهتمامك بيه، عمرنا ما هنكمل بعض. لازم نكمل بعض عشان لازم نحافظ على اللي احنا عملناه. اشكرك يا باشمهندس ونورت الجمهوريه الجديده. شكرا يا فندم. وبشكرك حضرتك شخص لا ينام. شكرا يا فندم. اشكرك. شكرا. مشاهدينا الكرام، احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني، وكان معنا المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق اكتوبر، الشخص الذي لا ينام. ابقوا معنا.